صاحبي خويا كامل. صاحبي خير. زين الحكومة راه جات معايا والله العظيم والله عقت ما تمشيش لما مشيت معاك باغا نمشي انا قلت لها واخا نمشي ثاني ونمشي ندير تشوف هادشي اللي جات لي راه ما حقش نخشش وراي هكا والله ما فكيت انت صار المسكين ها قلناها ونقول
وحده. الدوله فاسده، هات الدوله فاسده. وهذا عار، هذا عار، وهذا عار، هذا عار. المحامي في خطا، المحامي في خطا. هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار. المشاوي في خطا، المشاوي في خطا. المحاماة تحاصر، المحاماة في خطر، المحاماة في خطر. هذه الدولة الفاسدة، هذه الدولة الفاسدة، هذه الدولة الحقارة، هذه الدولة الحقارة. كتحمى الفقراء، كتحمى الفقراء، كتحمى الفقراء. تجي إذاعتك الزين، كتحمى الفقراء، كتحمى الشفارة. تحيه لليوم جينا قدامنا مع محامي مناضل يدافع على قضيه معتقل الحراك الريف. اليوم اللي كيتابع محامي هنا كاين تراجعات خطيره اللي كتعرف الدوله المغربيه. الدوله المغربيه لم تحترم مواثيق الدوليه. الدوله المغربيه اليوم كتحاكم الشرفاء معتقل الريف. علاش كتعتقلوا هاد الناس؟ هاد الناس خرجوا من اجل مطالب اللي هي عادله ومشروعه، بينما الدخلات اللي تحاكموا هما الناس، هما العصابه اللي كيهربوا في الثروات، اللي هربوا اموال الدوله، اللي اختصبوا الوطن، اللي باعوا الوطن. اليوم كنلقاو المعادله معكسه في البلاد. هذا محامي، وتحيه كل هيئه الدفاع اللي كتدافع عن القضيه اينما كانت. اليوم هاد محامي اللي دافع على ديال اللي كيتحاكم اليوم على قبل مسائل اللي هي تافهه، على قبل تدوينات في الفيسبوك، على قبل مواقفه، على قبل المبادئ ديالو. اليوم اللي كيتحاكم المحامي اش بقى؟ تحاكموا الشيوخ في الريف والقاصرين. ما زالت عودت سنوات الرصاص بالمغرب. المخزن اش باغي يدير؟ المخزن باغي يقمع صوت الشعب. علاش يقمع صوت الشعب؟ باش يراهبو، باش ما يهضرش على حقه، باش ما يهضرش على الثروه، ما يهضرش على الصفقات اللي كتهرب، اللي كيتحكم فيها أخنوش والمجيدي والهمه. وزيد وزيد وزيد. هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار. المحاماة تحاصر، هذا عار، المحاماة تحاصر. تحكم 20 شهر. اليوم 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 هذا المحامي، المحامي اللي كيتابع واللي كيتحكم ب 20 شهر نافذه، ب 20 شهر نافذه، موقوف التنفيذ. علاش نافذه؟ نافذه، نافذه، 20 شهر نافذه، تابع على الخطأ. علاش؟ علاش هذا الشيء؟ علاش حيت علاش على قبل التضامن ديالو مع معتقل حراك الريف؟ لان هذا الملف ما بقاش غير وطني ولا دولي. وكنسمعوا التقارير الدوليه حاليا، تراجعات خطيره في حقوق الانسان. فين هي المواثيق اللي برمجتها الدوله المغربيه في عدد سنوات الرصاص؟ راه الماكياج، راه الحكر على الخنونه، ما كاين حتى شي حاجه. باقي عادت حالما الى عاداتها القديمه، باقي التعذيب، باقي القمع. علاش؟ باش يقمعوا صوت الشعب، باش يقول الشعب باش ما يدويش على حقه، باش الشعب ما يدويش على حقه. حيت لا دوا الشعب، حيت هاد الناس اليوم خارجة إرادة الشعب وحراكين في جرادة وفي وطة الحاج وفي عدة المدن الهامشية. اليوم على هاد مهنة المحاماة، الناس اللي كتحاكم علاش؟ لهاد المهنة اللي كتدافع، اللي كتمعرضة اليوم مجموعة من الأخطاء، مجموعة من المتابعات، مجموعة من المحامين. كنحييو هيئة الدفاع. تحية لدانية، تحية للقاضية، تحية لدانية لدفاع القاضية، تحية لدانية لدفاع القاضية، وتحية لدانية لدفاع القاضية، تحية لدانية لدفاع القاضية. كنقول اليوم على ولاد الشعب، راه علاش نخافوا من الموت؟ حنا كنموتوا بنقطة بنقطة، عرفت شنو كنموتوا بنقطة بنقطة. علاش نخاف من الموت؟ علاش نخاف من الموت؟ أنا ميت، أنا ميت، أنا حي. علاش؟ علاش نخاف من الحبس؟ انا محبوس في هاد البلاد بالقوانين ديالهم الرجعيه. انا محبوس، ما عندي حتى حق في التنقل، ما عندي حتى حق لا في الصحه لا في التعليم لا في هذه لا في هذه لا في هذه لا في هذه. وتقولوا كتكذبوا، تقولوا لينا، تقولوا لينا هذه الثروات اللي كيتحكم فيها المغرب. كوميال كلاس الفوسفات، هذا هو السؤال اللي خصنا نسولوه.
المغرب روميان بعيد المعادن اللي ما كنعرفوهاش اللي ما كنعرفوهاش وما كنقريوهاش لينا وكاين المعادن ديال الذهب والفضه وزيدوا زيدوا 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 وزيدوا الغابات والمياه والفلاحه والصيد البحري وزيد. شكون اللي كيتحكم في هذه القله قليله واحد 10% اللي كتحكم في هذا الدور يا ابو راجل راجل مقتل عماد العتيبي خاصنا نعرفوا علاش اليوم كيتابع المهداوي المهداوي اليوم قال قضيه عماد العتيبي الشهيد الوحيد هو الصديق ديالو اللي عرف كيفاش تقتل عماد العتيبي اجزال عماد العتيبي عفوا الشهيد عماد العتيبي اللي مات في استشهد في مسيره 20 يوليوز من بعد اجزالوا لك هذاك الشهيد الوحيد عطاو 12 سنة، علاش عطاو 12 سنة؟ باش ما يكونش طرف قضية شهيد، علاش؟ لأنه كيقول لك ما حسب القانون، إلا فوق تعرف جنايات ما يكونش، وهنا كنعرفوا أن المينة المحاماة اللي ضحات من العديد من المحاميين كنشكرهم اللي دافعوا على القضية، دفعات سنوات الرصاص ولا اليوم اللي مازال وفيين بالقضية. اليوم الناس راه الشعب أمام عصابة. أمام عصابة لنهبات هذه البلاد وقنعت العباد علاش؟ تحية للأحرار والحرائر ولأسود الريف ولكل المناضلين والمناضلات وكذا أمهاتنا السامدات في إمزور حسيمة كريم سبورة سرادة وفي أدغال الجبال وفي والماس والقرى النائية نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع عبد الصمد البشتوي المحامي الحقوقي وندين بشدة الأحكام الجائرة من طرف قضاء التعليمات قضاء التليفونات دولة تتشدق بالديمقراطية وبحقوق الإنسان كنقولوا لهذه الدولة المغربية كفانا من الظل والحجرة والحصار لهيئة الدفاع لدفاع المعتقلين السياسيين الشرفاء القامعين وراء القضبان في السجون الدفاعية بيسيس معكسة السيد الشيخ كنقول لهم أن الشعب المغربي يطالب بإتلاف وبرفع العسكرة عن منطقة الريف وأن شجرة المعتقلين والانتقال للعائلة ديالهم جلسات
الماراثونية لن تزيدكم إلا الصمود والتحقيق لهذا الفساد ولهذا الدرب. يكفي أنكم تعريتم سواء دولة مغربية أو خارج أرض الوطن. كل شيء كلمة دور مجي خس حكمه لسلك الدواء كتقول لنا 20 درهم كنواصل حوالا 240 وهادشي اللي جوج خمسات كلنا البشاوي كلنا البشاوي كلنا الحداري كلنا الحداري ويا المخزن حداري كلنا الحداري ويا حسن حداري ويا المخزن حداري وضع عليها الله والمحاضر المشبوهة والجماهير كيردوها والمحاضر مشبوهة والجماهير كيردوها والمحاضر مشبوهة والجماهير كيردوها هيا المخزن حضري وكلنا المستوي كلنا المستوي كلنا المحامي كلنا المحامي كلنا المحامي كلنا المحامي والحرية لهذا الوطن.
الشعب. كرامة لهذا الوطن. والعدالة لهذا الوطن. العدالة لهذا الوطن. والعدالة لهذا الوطن. العدالة لهذا الوطن. وشحال من مناضل على قبلنا مات. انتفاضة عاوتاني. بغيتي الشهداء اش غندير؟ انتفاضة عاوتاني. حمية هربت. عاوتاني. عاوتاني. اعتقالات عاود ثاني عاود ثاني حضنونا وعدمونا حضنونا وعدمونا حضنونا وعدمونا حضنونا وعدمونا وفي الحدود نحونا بني اشمتا بني اشمتا ام محمد بني اشمتا عسكر عسكر حرر سبتة عز العسكر حرر سبتة حسيمة بزاف عليك أول ماس بزاف عليك وشرادة بزاف عليك وشرادة بزاف عليك أوكي تقول بس يا العين الحق وعجبتك الحق
خرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا
والكرامة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا والعدالة اللي بغينا والمخزن يقمع فينا والحرية اللي بغينا والمخزن طاغي علينا يا شباب الحرية ويا شباب الحرية وليدفل ياد يا نساء الكرامة وليدفل ياد يا أحرار العدالة والانتصار في هذه المعركة قال مولاي موحد قال مولاي موحد عبد كريم الخطابي لا حل وسط قضية الحرية وقالها مولاي موحد عبد كريم الخطابي لا حل وسط قضية الحرية وقالها مولاي موحد عبد كريم الخطابي لا حل وسط قضية الحرية وشكون هو مشكون حنا هما مخزن المحنة وهما مخزن المحنة وإحنا شباب الرزنا هما كيبوسوا اليدين ويركعوا تحت الرجلين وإحنا شباب العشرين سيحالة والحالة ما هي حالة واك على شوها ويا دولات الشوها نقولوها ونعودوها ما فكيش مع المخزن ما مصرحش هذا مغريب الله كريم ولا صحة لا تعليم هذا المغرب وحنا ناسو بيحاقرنا يجمع راسو شكون سراق الأراضي والاتفاق مع الرادي والأراضي هرف والحقوق الله يخلف وتحية نضالية الوالماس الأبية وتحية نضالية يوسفية الأبية وتحية نضالية حسيمة الأبية وتحية الزبزبي تحية المعتقلين
تحية لولاد الشعب، تحية لولاد الشعب، تحية عالية ضيوف خليل بن تحية تعبر عن القضاء بين التحية وبين القضاء تليفون المسرحية اللي غتبان اللي غتنشدوها علاش أبو صالح بالشاوي اللي كيتشابه بقاو غادي نخيطو اللي كيتشابه هاد المسرحية اللي غتبان بيت محكمة ملف عدل 1200 2018 المتهم السيد عبد الصادق البشاوي التهمة الأولى التحريض على التظاهر التهمة الثانية التدوينات الفيسبوكية والانخلال بالنظام العام وزعزعة نظام الدولة علاش انت الوحيد اللي كتدافع على المعتقلين اللي كانوا متهمين بالانفصال وزعزعة التراب الوطني انا عبد الصادق البشاوي انا محامي الدفاع ملف معتقل الحراك الريف اللي انا كنجيش كندافع على ملف ديال المعتقل الريف اللي جاو طالبوا مطالب هي عادله وهي مشروعه سيد الرئيس كتبقى غادي قدام اسمي معتقل الريف سيد الرئيس ليس بانفصاليين وليس تحبوا زعزعة نظام الدولة ناس جاو طالبوا مطالب اللي هي مشروعة واللي كيشهد بها العالم واللي هي عادلة وملف اللي واضح وبين ذو مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية سعادة الرئيس اليوم أنا أمام محكمتكم اللي كنجي باش كنتهموني بانفصال وتهموني بتدوينات فيسبوكية اللي كتعاود تحل ولكن علاش كتكتب بالتدوينات الفيسبوكية ديالك؟ هل أنتم حكومة أم عصابة؟ سعادة الرئيس هذه الكلمة ما كتبتهاش أنا كتبها محمد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل المقاومة هو الذي كتبها وقالها ودونها بالحرف وقال هل أنتم حكومة أم عصابة؟ ونحن نطرح ونجدد العهد على خطى محمد بن عبد الكريم الخطابي نمشي عليه لأنه كان بطل المقاومة وكان وطنيا وكان يحمل مشروع المغرب الكبير سعادة الرئيس لكن علاش كنتي كتواجد في المظاهرات اللي كانوا كيكونوا في الحسيمة سعادة الرئيس أينما كان الظلم فذاك موطني أنا أدافع عن المظلومين فمهنة المحاماة قبل توظيفي حملنا القسم لأنها مهنة شريفة تدافع عن المظلومين وتدافع عن الكادحين والمهمشين والمفقرين سعادة الرئيس فأنا منذ بدايتي حملت مبدأ مهنة المحاماة ودافعت عن الطلبة والفلاحين والمعطلين والمهمشين وكل المحقورين في هذا الوطن فالريف هو جزءي من هويتي أنا خرجت في المسيرات السلمية والتي شهد بها العالم بإبداعها سعادة الرئيس سعادة الرئيس اليوم نحن أمام محكمة محاكمة تاريخية سيكتبها التاريخ على ما قامت بالزور والبهتان وتلفيق التهم للشرفاء هذا الوطن فمعتقل الريف فهما ملأوا الفراغ السياسي جميع الدكاكين السياسية والأحزاب والنقابات باعت الشرط في هموم الجماهير الشعبية فخرجوا هذا الشباب السبزافي ومحمد جلول وأحمد عزي واللائحة طويلة يطالبوا بعيش وخبز وحرية وكرامة المطالب لمشروعه سعادة الرئيس لك تنتهم اليوم بملف ديال المعتقل الريف فمرحبا بالسجن فمرحبا بأية مسطرة حسب الفصل 25 من دستوركم الممنوح ماذا يقول فالتظاهر والاحتجاج السلمي فهو حق مشروع يخول له القانون لأي مواطن فاليوم الدولة المغربية تنتهك المواثيق الدولية المبرمة تعاد
ما يسمى بالسنوات الرصاص، وقالت له لك عهد جديد طي صفحة الماضي وعدم تكرار ما جرى. اليوم يمكن تتحاكم شيوخ مثل أحمد عزي يفوق 75 سنة، والقصيرين يفوقون عمرهم 10 سنوات و11 سنة. والبشاوير تحرته، البشاوير تحرته، والبشاوير تحرته، البشاوير تحرته، حصانوا واصلوا الكفاح، حصانوا واصلوا الكفاح. سعادة الرئيس، نحن أمام محاكمة أتابع بها في ملف مفبرك، في ملف مفبرك وواهي حسب تدوينات فيسبوكية. كيف يعقل أن أتابع على تدوينات فيسبوكية؟ فهي حرية، فهي جزء من حريتي وكرامتي التي أدافع عنها. سعادة الرئيس، سعادة الرئيس، لا يعقل يوم أمام محكمة تكون موقرة في إعادة النظر في هذه القضية. لكن علاش كتمشي لأوروبا وكتقول بأن الحسيمة ما فيهاش مستشفى، ما فيهاش جامعة، وما فيهاش فرص عمل؟ كتعطي صورة سيئة لينا في الخارج. سعادة الرئيس، شكرا على الانتفاضة وعلى الثورة التكنولوجية التي عرت لنا الواقع، لا من قريب ولا من بعيد، لا من داخل الوطن ولا من خارجه. أصبح الفيسبوك وتويتر والعالم الافتراضي قرية صغيرة، العالم يعرف ماذا يقع في المغرب. المغرب أصبح له صورة سوداء في مجال حقوق الإنسان، في التعذيب المعتقلي الريف الذي خرجوا بمطالبة بمستشفيات. وحسب الإحصائيات الأمم المتحدة فالمغرب يحتل 125 من التنمية البشرية، ومن التعليم في الرتب الأخيرة، وفي الصحة، وفي التوزيع لا عادل، التوزيع العادل لا عادل للثروات. سعادة الرئيس، أنا كيف كنمثل قضية الريف ومعتقل الريف للرأي العام الوطني والدولي لأجل فك الحصار على منطقة الريف من ظهير العسكرة. سعادة الرئيس، فأوروبا تعرف، هي قريبة منا، تعرف الكبيرة والصغيرة عن وضع المغرب، ماذا يقع فيه من تشريد والتجويع ونهب الثروات ومن الجهل والأمية والعديد. حكمت المحكمة على عبد الصادق والشاوي بعشرين شهرا قبل التنفيذ. وهذا عيب، هذا عار، وهذا عيب، هذا عار. محامي في خطر، محامي في خطر. هذا عيب، هذا عار، في خطر، محامي في خطر. ولا احنا سكتنا، شكون يتكلم؟ ولا احنا سكتنا، شهيد يتعلم. ولا احنا سكتنا، شكون يتكلم؟ تحاورتوا مع السمسارة، تحاورتوا مع السمسارة، وجدتونا العسكرة. موت ولا المدلة، موت ولا المدلة، والموت ولا المدلة، والموت ولا المدلة، والموت ولا المدلة، والموت ولا المدلة. وكلنا البشاوي، كلنا البشاوي، ويا المخزن حداري، يا المخزن حداري. وكلنا البشاوي، كلنا البشاوي، وكلنا البشاوي، كلنا البشاوي، ويا المخزن حداري، يا المخزن حداري. تحيات جميع الحضور الأحرار والحرائر هذا الوطن اللي نبغوا النداء ديال مجموعة ديال الحرائر. هو النداء جاء بناء على الحكم الجائر وصادر في حق محامي الشعب، محامي هيئة الدفاع، معتقلي الريف عبد الصادق أبو الشاوي. اليوم نحن نشكر جميع الحضور اللي جاء ولبى الدعوة، كنقولوا باسم جميع الأحرار والحرائر في هذا الوطن بأننا كلنا عبد الصادق أبو الشاوي، كلنا هذا الحكم جائر حق محامي الشعب الذي حكم بسبب تدوينات فيسبوكية بعشرين شهر نافذة. لذلك نحن اليوم كأحرار الدار البيضاء ندين وبقوة
هذا الحكم الصادر حق عبد الصادق البشاوي محامي الشعب. ولعلمكم أن جميع المعتقلين داخل سجن سيء الذكر عكاشة ولا جميع المعتقلي الرأي في المغرب ما هو إلا تصفية حسابات من الدولة لحركة 20 فبراير، حركة 20 فبراير التي أطلق عليها الإلحاد وأطلق عليها أناس لا يصومون رمضان. اليوم نجد جميع المعتقلين هم من أبناء الحركة مع عبد الصادق البشاوي أيضا ابن حركة 20 فبراير تنسيقية تطوان. ما يفوق 90% من المعتقلين ديال عكاشة فهم أبناء الحركة أيضا. لذلك هذه الدولة اللي منعت واحد الصورة وعطات واحد الصورة خيبة لأبناء ديال الحركة اليوم كتنفذ الأحكام الجائرة ديالها حق أبناء حركة 20 فبراير. وكما كنقول لكم بأن هذا الشيء ما غيزيد غير تراكم، والله أنا راه كبرات وغتفرقع لأن الكل والاحتجاجات تتسع. ونعلن تضامننا مع حراك شرادة ومع جميع الحركات الشعبية في المغرب، وكنشكروا خاصة الأساتذة المحامين اللي حضروا اليوم معنا في هذه الوقفة ونسحبوا قبل البيان الختامي. شكرا لكم.